صحيح. تمام، وتلاقي اختيار. على فكرة ده بنشوفه في الشباب اكتر، لما طبعا بنبقى تيجي تكلمي مثلا شاب وتقولي له ما تعملش كذا، يقولك ما هم يعني ما انا اصحابي كلهم لا، بيعملوا ده، ما انا طب انا هعمل ايه، ابقى انا الوحيد اللي ما بعملش كده، طب ابقى انا وربنا الوحيد اللي مش بيقول ايه؟ موجود. في انا كارثة تانية بتحصل، انه المجموعة بيبقوا مش عايزين اصلا الشخص الكويس ده علشان ما يبقوش حاسين بالذنب ومنبوذ، وبيحسسوه ان هو لا الغلط. ويحسوا ان هو منبوذ ويحسسوه انه، ودي بنشوفها كتير. تمام، لا انت متخلف، انت رجعي، انت كذا، لا او ما و... انت بتسمع كلام ماما وبتسمع كلام ماما، اذا انت ما مش مثلا يعني. ما بتسمعش اغاني، ما اعرفش ايه الروشنه، وما بتعملش ما عرف... لا يا جماعه، الحق احق ان يتبع، ده دين، مش روشنه، مش شويه لا ده دين، ده اصل. واحنا العيب عندنا في ايه؟ ان احنا من الاول ما اسسناش ولادنا صح. انا لو رسخت ولادي صح واسستهم في البيت على منهج دينهم صح، هيطلعوا كده ان شاء الله. يكون فين هو هو قوي يعني طبعا بعقيدته وقوي ده بايمانه. اساس، بس كمان محتاجين نساعدهم ان هم يلاقوا صحبة بديلة، يلاقوا دي مني ومنك ومنها ومنها. ومنه. ايوه لا يا حبيبتي، انت احنا هنسأل عن اولادنا دول، يعني احنا اولادنا دول هنسأل عنهم. انت هتيجي تشيلي ذنبهم، ربطيهم حلو في ميزان حسناتك، ربطيهم وحش انت خرجتي جيل للمجتمع فاسد، انت والتربية، بتشيلي ذنبه التربية لحد اخر غير يوم. وبعدين الرعاية اللي لا، كلنا بيبقى فاكر انه يعني الاكل والشرب ما هو والحاجات احنا المهمة. دورنا زي ما كنا بنقول، دورنا على غذاء البطون وده وسبنا غذاء العقول. لا احنا مش يعني مش ما ما لا ما بتبقاش هو ايه، مقصودة، لا احنا مش مقصودة بنتلغي بس فيها، ايه، ما اللي هي هو دي الطفل اللي هو بيكبر ايه، انا فمحتاج شغال، محتاج محتاج. انا شغال طول اليوم، الاب شغال 24 ساعة وشغلة ورا شغلة، والام برضو بدأت تخرج وتشتغل عشان اكفي طلبات الولاد اللي هي ما بتنتهيش، اللي انا عايز ده عشان انا صاحبي عنده ده. انشغلنا بيها عن الحاجات ما الأساسية احنا والمهمة. عدينا مرحلة الرضا، فاهمة يعني؟ ما بقاش ايه يعني، كنا زمان لا يعني بنرضى باللي موجود. انا هو ده امكانياتنا، وهو احنا دي ايوه هنقدر نعيش عليها ونكيف امورنا عليها. لا دلوقتي الاب والام لا لا، وانا خليه اقل من كذا، لا ما قلنالكيش خليه اقل من كذا، بس طب ما يعني لازم اعلمه. عشان كده احنا بنلاقي حتى دلوقتي الشاب عنده 30 سنه وما تحسهوش راجل ولا يقدر يشيل مسؤوليه. هو ليه بقى؟ على فكرة ده انا هما كمان بيعترفوا، يعني هما ايوه نفسهم بيبقوا شايفين ان هما مش قادرين، زمان مش عارفين كنت يعملوا ايه، تلاقي ياخدوا الشاب قرار عنده ازاي 18 سنة وراجل يعتمد عليه. وعايز يتجوز. طبعا احنا مش بنشجع على السن لا الصغير ولا حاجة، احنا محتاجين ان هما ياخدوا طب كل الحاجات يعني المعلومات والحاجات اللي محتاجينها قبل ما يدخلوا على مرحلة زي دي، لكن بالفعل بنشوف دلوقتي سن كبير ومش قادرين ان هما ياخدوا القرار يفتحوا ده، قص لانه يشيلوا مسؤولية، لان خايفين من المسؤولية ما ومش هم عارفين ما عنها تعودوش حاجة. ان هم يشيلوا المسؤولية اصلا. انا ما عودتهمش ان هم يشيلوا مسؤولية بيت، او ان انت لا بص يا حبيبي دي امكانياتي، او يا حبيبتي دي امكانياتنا وده كذا، فاحنا هنعيش دنيتنا على كده. نبدأ انا اديها، لا طب انا طب احاول اوفر كذا، طب احاول انا ازود من دخلي ازاي، طب اعمل ايه، طب دي اللي شيل المسؤولية ايوه نفسها. انما صحيح احنا سبناهم نايمين والاب والام في الشارع طول مطحونين. اليوم مطحونين يا عيني، وفي نفس الوقت هم بيجوا هلكانين فمش الاب والام، قادرين. فمش قادرين يعني، خلاص سايبينهم طول، يا اما على موبايل يا اما مع اصحاب زي ما حضرتك بتقول، يا اما كذا يا اما. انت بتشوفيهم لما بيفتح موقع اباحي بتشوفيه؟ ما بتشوفيهوش. انت ممكن تتفاجئي بيه. بتشوفيها لما بتصاحب معرفش مين في جامعتها او مين في مدرستها؟ ما ممكن ما أو بتتابعيش، مش الوسائل فاضيه بقت تتابع. كتير ومختلفة.